تشجيع مطاعم ماكدونالدز للمنتخب الليلة في ماتش المكسيك، اللون الأخضر على المطعم في ماكدونالدز، الألوان الخضراء وتشجيع المنتخب في مباراة المكسيك اليوم. نتمنى الفوز طبعا لمنتخبنا السعودي اليوم إن شاء الله. مطاعم ماكدونالدز قبل المباراة بحوالي نصف ساعة، وتشجيع للمنتخب للفوز إن شاء الله على المكسيك الليلة والتأهل للأدوار القادمة. قبل المباراة مباشرة مطاعم ماكدونالدز كلها باللون الأخضر كده، يلا نشجع المنتخب إن شاء الله للفوز والتأهل للأدوار القادمة. ده من مطاعم ماكدونالدز اللي موجودة في الراقة. استعدادات لتشجيع المنتخب في ماكدونالدز.